بسم الله الرحمن الرحيم. بعض في ام اي تي 483 المحاضره 15 سي، لان وانا بشرح الفيديو اللي فات فوجئت ان عمل كات، فانا قلت ايه اكمله وقف. عملنا الفيديو الاخير في المحاضره فاتت على بدايه هذا الاكزامبل، اوكي، اللي هو غير في الار، بدل ار خلاها ار ال. خلاص، في المحاضره فاتت بدانا نتكلم بقى لما خلاها ار ال، وقلنا اللور ليميت توبولوجي اللي هو اللور ليميت توبولوجي البيس بتاعته جنريتس توبولوجي البيس بتاعته، قلنا الليفت او الليفت كلوز رايت اوبن. خلاص، فبيسالني بقى السؤال ده، هل الست او الانترفال ناقص 3 و0 هل هي اوبن في هذا التوبولوجي اللي هو ايه الاكس بتاعتي اصلا الكبير كله اللور ليميت توبولوجي اللي هو ار ال مش العاديه، خلي بالك، فهل دي تبقى كلوزد؟ هل هي اوبن ولا ايه؟ الار ناقص 3 و0 هل تبقى اوبن؟ هنشوف. احنا اتفقنا مع بعض او شفنا المره اللي فاتت او قلنا وقفت علينا المحاضره فيها ان ناقص 3 و0 اهي هي عباره عن ناقص 3 و0 تقاطع الواي. طيب حلو قوي. وقلنا ان ناقص 3 و0 تعتبر في الار ال، مش في الار، انا قال لي ار ال، تعتبر في الار ال اوبن لانها ليفت كلوز ورايت اوبن، تبقى في هذا السبيس دي الاوبن سيس بتاعته. خلاص؟ يبقى هي تعتبر اوبن سيت في الكبير اهي، دي الاوبن سيت في الكبير في الار ال تقاطع الواي، يبقى ناقص 3 و0 تعتبر اوبن، يبقى هي اوبن في هذا التوبولوجي. طيب بيقول لي هنا الناقص 2 و1 يونيون 4 و5، 4 اوبن 5 كلوزد، والناقص 2 و1 كلوزد كلوزد، هل دي تعتبر اوبن في هذا التوبولوجي؟ هنشوف. لو قدرنا نعبر عنها اهي ناقص 2 و1 فين ناقص 2؟ ادي ناقص 2 اهي، ادي ناقص 2، ادي ناقص 2 هتبقى هنا ناقص 2. خلاص، بس ناقص 2 كلوزد، ادي ناقص 2 كلوزد، ادي ناقص 2 كلوزد، والواحد اوبن والواحد كلوزد، وادي الواحد كلوزد اهي، ماشي اهي. يونيون 4 و5، 4 اوبن و5 كلوزد، ادي ال 4 اوبن وال 5 كلوزد اهي. هل تقدر تجيب اوبن ست بحيث تكون اوبن في الار ال وتقطع الواي وتيجي ديت؟ لو لقينا يبقى صح، واضح ان مش حلال، يبقى ما نقدرش، يبقى نقول له نو. خلاص، طيب 4 و5 اوبن اوبن، هل دي تعتبر ال 4 5 اوبن اوبن؟ از ذيس سيت اوبن في الواي؟ ده السؤال، هل هي اوبن في ال... ده السؤال بيقول كده، هل هي اوبن في الواي؟ طيب فين 4 و5؟ ادي ال 4 اهي والخمسة اهي، ادي بص بقى معايا، ادي اربعة اهي بس هنا كلوزد، متهيألي هنا كلوزد ولا اوبن؟ لا اوبن اهي، اربعة اوبن ماشي، والخمسة ايه؟ اوبن، اربعة وخمسة اوبن اوبن، هل دي تعتبر اوبن في الواي؟ طب ايه رأيكم؟ لو اخدت هنا اربعة كلوزد وخمسة اوبن وقطعتها مع هذه مع الواي هتبقى هتطلع 4، اقطعها مع الواي يلا التقاطع دي مع الواي هتطلع 4 اوبن، ال 4 مش موجود ماشي، هتطلع انت خدت 4 كلوزد و5 اوبن، التقاطع مع الواي هتيجي 4 اوبن و5 اوبن بس. طب دي تعتبر اوبن في مين؟ عشان هنا ديت كلوز، ما هي ليفت كلوز رايت اوبن، تبقى اوبن في الار ال، هتبقى دي اوبن في الار ال، خلي بالكم، فدي اوبن في الار ال تقاطع الواي جابت ال 4 و5، يبقى ال 4 و5 تعتبر اوبن لانها تعتبر ممبر اوبن في الار ال، خلي بالك دي اوبن ان ار ال مش اوبن في الار، خلي بالك، فتعتبر اوبن في السبيس الكبير تقاطع الواي، صح؟ يبقى قدرت تعبر عن 4 و5 بهذه الطريقه، يبقى هي اوبن فين؟ في الواي. طب السبعه بقى، بص وهي دي الحته الخطيره اللي انا قلت عليها، السبعه هنا، السبعه دي خلاص؟ السبعه دي احنا لما كنا في الار العاديه في المثال الاولاني كان في الار العاديه كانت السبعه نوت ايه؟ نوت ايه؟ نوت اوبن، قلنا نو ما قدرناش نعبر عنها، فاكرين؟ لكن لما خلناها بقى لور ليميت توبولوجي هنلاقي ان السبعه هنا اوبن، اوبن في الواي، ليه؟ لان السبعه في الحاله دي، بص السبعه دي هي تقاطع السبعه وما نهايه، ولاحظ ان السبعه وما لا نهايه تعتبر دي اوبن ست في الار ايه؟ في الار ال، لانها ليفت closed right open، left closed right open، تقاطعها مع الواي، لو تقاطعت السبعه مع الواي تطلع السبعه بس، يعني بص دي بادئه من السبعه وماشيه لما لا نهايه،
ادي بادئه من السبعه وماشيه المهالك، تقاطعها في سبعه مع الاوائل. يبقى في السبعه قدرت تعبر عنها في صوره اوبن في الار ال، ما دي اوبن في الار ال ماشي، وتقاطعها مع الواي يبقى قدرنا نعبر عنها في صوره اوبن ست في الكبير في تقاطع الايه السب سبيس، يبقى هي فعلا اوبن في هذا السبيس. فهمنا الفكره؟ يبقى هي دي الفكره بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنتكلم فيها عن البرودكت توبولوجي. البرودكت توبولوجي برضه موضوع سهل وظريف جدا. معلش المحاضره دي كنا المفروض اخليها تبع اللي فاتت، بس مش عارف حصل ان الفيديو قطع مره واحده، فقلت ايه اكمله لوحده. يلا يبقى فيديو صغير كده جميل مقطقط لوحده. اوكي هنسميها بقى المحاضره ليكتشر 15 سي. انا كنت عايزها تبقى لغايه بي توقف، لكن غصب عننا. اوكي سامحونا. اوكي يا جماعه الله يعطيكم العافيه.